برعاية سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، ألقى كل من قدس الأب منيف حمصي كاهن دير سيدة كفتون التابع لأبرشية جبل لبنان الأرثوذكسية، والدكتور عدنان طرابلسي مؤلف لاهوتي في أخلاقيات طب الحياة، ألقيا محاضرتين في النادي الأرثوذكسي بعمان، حضرهما عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من المدعوين. تركزت محاضرة الأب منيف حول العائلة المسيحية وتحديات العالم المعاصر، فيما تحدث الدكتور طرابلسي عن الإنسان في التدبير الإلهي والدينونة. وبعد المحاضرات التي استمرت يومين، أجاب الضيوف على العديد من الأسئلة التي طرحت من الحضور بما يخص الكنيسة الأرثوذكسية وعقائدها. وبعدها قدم المطران خريستوفوروس دروع التكريمية للضيفين على تلبيتهما الدعوة وإلقاء المحاضرة.